صباح الخير جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. حابب كنت من مملكة كويت رياضة صباحية، حابب كنت سجلكم فيديو عن اكثر الاسئلة عم تجيني بهذه الفترة، واعمل لك فيديو صغير عن على السريع. احنا هون في عنا نعمة ان الواحد بالسويد تقريبا حتى المدن الكبيرة وين ما كنت ساكن دائما في جنبك بيكون في غابة صغيرة. فبهذا الوقت اللي هو غير محبس الاختلاط، يكون أحسن وقت إن واحد يقضي وقته بالغابة. هواء نظيف، عصافير، ريلاكس، وبنفس الوقت ما بيختلط مع حدا. فحبيت أخذ هيك شوي من الوقت وسجلكم فيديو عن أكثر سؤال بيجيني بصراحة، واللي هو معظم عم تسألني أنا كيف بدي طلع صفقات؟ كيف بدي لاقي صفقات كويسة بهذا الوقت لما بدي اتداول؟ فحقيقة أنا عامل حل لهذا الموضوع، وسواء للمبتدئين، يعني غالبا بتجي الأسئلة للمبتدئين، بس إذا كنت مبتدئ وما بتعرف تطلع صفقة أصلا فهذا الحل مناسب لك. وإذا كنت متقدم بس ما عندك وقت انك تروح تدور بال 400 عمله الموجودين بباينانس لتطلع شو العملات اللي هلا فيهم سيت اب، يعني انه في احتمال يصير فيهم صفقه كويسه. فأنا مبرمج برمجيه بوت، خلينا نعتبره اسمه اس بي اس سكانر، فعليا هو بيمسح السوق كله وبيطلع لك كم عمله، كم زوج، يعني في عليهم سيت اب كويس، في عليهم سيت اب احتماليه انه يصير في صفقه ممتازه. تمام، انت اللي عليك اللي بتعمله بعدها انك بس تحط، اما تتداول عليه بشكل يدوي او تتداول عليه بالتي بي اي، بترسم تي بي اي، وهذا الاس بي اي سكانر بيقول لك وين نقطه الدخول، شو الستوب لوس لك، وين الستوب لوس، بيقول لك وين الهدف لك، وعمل تطوير عليه جديد بحيث تحدد له قديش ريسك ريورد ريشيو اللي بدك اياه. تمام، هروح على المكتب عندي وحسجلكم من سطح المكتب تفاصيل تعلموا كيف تداوي عليه. تمام، شوفكم هنيك. طبعا اهم شيء اول شيء نغسل ايدينا قبل اي شيء، صح؟ هلا بنروح على السطح. طيب جينا على المكتب وحفرجيكم هلا على السريع كيف تستخدم اس بي اس سكانر. تمام، تروح على منصه البعد التالي، بتروح على استراتيجيز، استراتيجي رانر، تفتحها تختار اس بي اس سكانر. مجرد ما فتح عندك اس بي اس سكانر تختار من الاعدادات. اول شيء تختار قديش التايم فريم تبع التشارت بدك اياه، بدك تشارت 15 دقيقه، ساعه، 4 ساعات، يومي، 5 دقائق اللي بدك اياه. فبتحط هون، خلينا مثلا نقول نحن بدنا 15 دقيقة مثلا. هلا بنجرب أكثر من احتمال، تمام؟ ال deviation مبدئيا تركها على حالة. الكوت هي إنه أنت على أي أزواج بدك تشتغل، بدك صفقات على أزواج الـ BTC ولا على أزواج USDT ولا إثيريوم ولا BNB ولا المهم. فإذا قلنا مثلا BTC، إذا قلنا له BTC أحرف صغيرة أو كبيرة نفس الشيء. هون بدنا نفلتر قديش حجم الفوليوم خلال 24 ساعة على هيدا الزوج. يعني مثلا نحن ما بدنا أزواج عليها فوليوم 6 بيتكوين خلال 24 ساعة أو 10 بيتكوين، تمام؟ بدنا أزواج يعني مقبولة، مثلا 100 بيتكوين، ممكن تحط 50 بيتكوين، كل ما كبر رأس مالك حاول ترفع هذا الرقم، تمام؟ هاي أول نقطة. والحقل الأخير واللي هو ضفناه جديد اللي هو قديش انت بدك نسبة الربح على الخسارة، قديش بدك نسبة التيك بروفيت على الستوب لوس. تمام، اذا حطيتها واحد يعني بيجيب لك كل الصفقات اللي التيك بروفيت لك هو يساوي ستوب لوس او اكتر. تمام، بس اقل شيء بيكون بيساوي ستوب لوس. ففيك انت تبلش من الواحد، نحن دائما بننصح انه يكون تيك بروفيت اقل شيء يساوي ستوب لوس. بس اذا بدك انت اعلى، بدك 1.2 مثلا
او بدك 1.5 تمام، او بدك 2 يعني بدك يكون ضعفين، فيك تحط. هو بروح بجيب لك الازواج وبيحدد لك تماما الاهداف البناء عليها تمام. فنحن اذا مثلا بدنا 1.2 مثلا، سكر نعمل ران، فهو هلا بيشتغل ويبلش يجيب لنا اسماء العملات، بيجيب لك اسماء العملات، بعدين بيكتب لك، حافرجيكم مثلا تي ان تي بي تي سي. خلينا نشوف مثلا تي ان تي بي تي سي، فانت عندك جاب لك تي ان تي بي تي سي، جاب لك دبليو ار اكس بي تي سي، مكتوب هون دبليو ار اكس تمام، جاب لك بات بي تي سي، اوكي هذول كلهم بوتنشال سيت اب، بوتنشال صفقات، يعني احتمالية انه يصير اليوم صفقات بشكل كثير قوي. طيب طب انا طب انت اوكي عرفنا انه هذول اليوم صفقات. طيب اول شيء وين بدي ادخل، وين بدي اطلع، وين ستوب، وين كذا، مكتوب كل المعلومات. مثلا اذا اخذنا مثلا البات، فبتلاحظ انه مكتوب اول شيء suggested max volume، يعني الفوليوم اعلى فوليوم تدخل فيه عم يقترح عليك انه 1.6 بيتكوين. ما تدخل بهيدا الزوج بفوليوم بالصفقة أعلى من 1.6 بيتكوين تمام. إذا بيعطيك الاقتراح لأعلى فوليوم تدخل فيه تمام، هذا بناء على دراسة لهيدا البير. ثاني شيء بيقول لك الانتربرايز، الانتربرايز هو سعر الدخول. فنحن إذا جينا لهون ورسمنا مثلا، جينا لهون ورسمنا التي بي اي أو البرايس رينج، رسمناها مثلا، احنا رسمنا خط هيك وجينا فتحنا الاعدادات من هون وبلشنا نعدل قيم، السنتر هو الانتر تمام، يعني هو سعر الدخول 1.985 تمام. اذا سعر الدخول على 1.985، الستوب لوس 1.9605، واحد تسعة ستة هون ستوب لوس، والتيك بروفيت 2.026 اوكي. وهلا مثلا جينا صغرنا هيك لنشوف هون وين كان هيدا الدخول والخروج، فبنلاحظ انه اعطانا هاي الصفقة دخولنا على هذا الخط. وبتلاحظ انه اذا بنضغط باليمين نعمل فيو شورت، بنلاحظ انه نسبة الربح، نسبة التيك بروفيت، لان احنا حنربح 2% لما يضرب التيك بروفيت، واذا ضرب الستوب لوس نخسر 1.25. نسبة الربح على الخسارة 1.67 تمام، يعني ربحنا اعلى بمرة فاصلة 0.7 من خسارتنا اوكي. فجاب لك ضمن الشروط اللي انت قلت له اياها تمام. هلا انت بعد ما عرفت هاي المعلومات صار الخيار بقى لك، انت صار عندك هلا طبعا انت شو بتعمل، بتطلع اكثر من صفقه بنفس الوقت وبتطلع عليهم، اما تفوت عليهم كلهم اذا كنت عم تستخدم تي بي اي، فيك تفوت على قد ما بدك صفقات لانه هو ما بيحجز لك راس مالك، او اذا تدخل بشكل يدوي فيك تثبت عليها ستوب ليميت لهيدي الصفقة. فأنت إذا كنت عم تستخدم الـ TPA بس بتدخل هون رأس مالك، نسبة رأس مالك بدك تفوت فيه، مثلا بدك تفوت ب10% بهي الصفقة وبتعمل رن وخالص أمورك. أنت طلعت صفقة نسبة نجاحها أعلى من 80%، محدد لك كل شيء، ستوب لوس، تيك بروفيت، الريشيو صح، أمورك بالسليم، وعندك TPA بينفذ لك إياها بشكل أوتوماتيكي، تعمل رن بتروح على الصفقة اللي بعدها وهكذا تمام. فهلا اللي بتعمله انه بتكفي، اما بتكفي نفس الصفقات تمام، او بترجع بتشغله من اول وجديد اذا كان مضي عليك 15 دقيقة، يعني اذا انت فريم 15 دقيقة ومضي عليك 15 دقيقة ترجع تشغله مرة تانية افضل مشان يلقط لك
الأحدث هلأ، أو حبيت تغير مثلا، أنت بدك مثلا صفقات على فريم الساعة، بتقول له أنا حط لي إياها 1 hour 1 hour. أوكي مثلا نفس الاحتمالات اللي تحت، بتقول له run بيجيب لك مثلا SNT، مثلا SNT مثلا هاي أحد الصفقات، هاي على فريم الساعة بتكون أكبر. MCO الجو تمام. فعندك اذا كل هدول، نجي مثلا اذا شفت مثلا نعمل ستوب هون، مثلا الالجو انت شفتها مثلا ظريفه، بتطلع بترسم التي بي اي، تفتح السيتنجز وتبلش تعبي القيم اللي مكتوبه هون اللي هو الانتربرايز. طبعا اما يقول لك الفوليوم اكثر شيء بتفوت 1.8 بيتكوين، تمام حدد لك الفوليوم الاكثر شيء بتفوت فيه. الانتر 2.19 تمام. ال ستوب لوس 2.149 تمام، وعم يقول لك التيك بروفيت 2.329 2.329 تمام. نحن هلا نحن لانه هيدا على فريم الساعه، فاذا انت بتقلبه بتحط تايم فريم ساعه بيطلع معك هيدي هي صفقتك. شايف اذا نجي لهون نقول له شورت، فانت نسبه ربحك لخسارتك 3.37 تمام، اعطاك صفقة ممتازة، دخولك عند هذا السعر. إذا أنت عم تشتغل على التي بي اي بتدخل ليش بدك تفوت برأس مال مثلا 20%، بتعمل ران وأمورك خالصة. تي بي اي لحالها بتدخلك وبتطلعك بناء على الاستراتيجية وعلى الإعدادات اللي أنت مدخلهم جوا التي بي اي تمام. إذا كنت لسه ما بتعرف كيف تستخدم تي بي اي أو كيف استراتيجية الإس بي إس، تلاقي كل روابط الفيديوهات الدورة تحت هذا الفيديو، ولح أنا قصقصهم واعملهم فيديو واحد كمان رح يكون طويل، بس لحتى العالم ما تتشوش بالفيديوهات كلها حيكون كمان موجود. اوكي اذا بشكل عام الاس بي اس سكانر فيك تستخدمه اذا كنت حابب تشتغل على التي بي اي، اذا حابب تطلع صفقات نسبة نجاح عالية، وبعدين بيعود الموضوع لك باختيار كيف تنفيذك لهذه الصفقات، سواء عن طريق التي بي اي بشكل اوتوماتيك او بشكل مانيوال يعني بشكل يدوي، انت تدخل تطلع على كيفك. تمام شباب، يعطيكم الف عافيه ويسعد صباحكم. اعملوا لنا لايك وشير لهيدا الفيديو، بتعرفوا انتو هاي القصص ما بتكون توصايه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واي شيء كمان سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. شكرا لوقتكم، يسعد صباحكم، سلام.